زحمة. إلى خبر آخر، تأجيل امتحانات الشهادة الثانوية حتى شهر أبريل. أعلنت الإدارة العامة لامتحانات السودان يوم الأربعاء عن تأجيل امتحانات الشهادة الثانوية للعام 2020 لتكون في 12 من أبريل 2020 بدلا من 9 من مارس 2020، لتمكن الطلاب من تكملة المقررات والتركيز استعداد لأداء الامتحانات بصورة جيدة. وقال مدير الامتحانات مختار محمد مختار لوكالة السودان الأنباء سونا أن اجتماعا لمجلس الامتحانات انعقد برئاسة وكيلة وزارة التربية والتعليم تماضي الطريف عوض الكريم، وتمت خلاله مناقشة وظروف الطلاب، وتقرر تأجيل الامتحانات من أجل تمكين الطلاب من تكملة المقررات والتركيز والمراجعة ليتمكنوا من الاستعداد لأداء الامتحانات بصورة جيدة. أستاذ يوسف، أستاذ الشيخ، يعني هل دي تعتبر معالجة للفترات الطويلة اللي توقفت فيها الدراسة، أم ننتظر المعالجات الفعلية في بداية العام القادم، يعني اللي قد تدخل فيها أيضا تخفيف المقررات، مراجعة المقررات، التقويم الدراسي أيضا؟ هي دي يعني هو أصلا أبريل هو ده موعد الشهادة السودانية اللي كان معروف دائما يعني القديم، ولكن في فترة الحكومة السابقة كان في مارس، لكن يعني الجميع الحكومة بكل كوناتها مفروض تنظر بعين التعاطف للدفعة دي، يعني الدفعة دي دفعة اشتغلت معانا الثورة واشتغلت معانا كرسوا الشارع واشتغلت معانا تداعياتها، وفي راح منهم زمن كثير بعيدا عن الزمن، يعني الستة ممكن تعوضهم جزء من الزمن، برضو التشتت والأفكار والانفعالات، في ناس في فترة كده يعني في فترة ديسمبر ويناير وقبلي حتى الناس نسوا حتى الطلاب والتلاميذ في المدارس نسوا البتاع، يعني دي خطوة كويسة يعني للاهتمام بهم، ونتمنى انه تتم مراعاتهم حتى في حاجات اخرى، يعني حتى انه يعني نكافئهم او نعوضهم شوية من الضاع منهم، يعني لانه دفعة صحية في ظرف الناس اللي حيمتحنوا السنة دي امتحنوا ظرفها عصيب. نكافئهم دي حترجعنا لتصريح السيد الوزير. تصريح السيد الوزير. يعني أنا مهتم جدا إنه أعرف وجهة نظرك في الموضوع ده، لأنه الناس تناقلوا هذا الموضوع في وسائل التواصل الاجتماعي والآراء اختلفت، يعني البعض بيرى إنه والله كلامنا منطقي، ما دام إحنا الآن عندنا ناس عندهم دكتوراه وعندهم ماستر بطريقة قد تكون غير مشروعة أو يعني أيا كان شكلها، يعني يعني من الطبيعي انه يكون فعلا كان في جك مويه بيتكبى في امتحان الشهاده. البعض الاخر بيقول والله ما احنا قرينا واجتهدنا وبحقنا يعني نسبنا اللي جبناها دي، فبنرفض هذا التصريح. رؤيتك انت الموضوع هو نحن يعني مثلا نحن عمرا اكبر منكم، نحن درسنا في وقت كانوا الناس اللي بيقروا فيه جامعات بسيطين جدا جدا، والجامعات ذاتها بسيطه جدا جدا، بعد ذاك 90% من الممتحنين للشهاده بيمشوا يشوفوا مهن اخرى وكذا، ده غير انه اللي بيمشوا يقدموا دراسات وكذا، اتوسعت التعليم. انا بفتكر انه التوسع ويعني هو يعني لابد بتكون فيه اشكالات، التجويد بيجي بعد التوسع، يعني بعد التوسع، ونتمنى انه طالما في العهد السابق احنا توسعنا في العهد ده تكون دي بدايات التجويد، يعني بدل ما نحن نقلص الظل نجويد المساله. وحديث السيد الوزير ممكن يكون فيه اشياء صحيحه، لكن هم الناس الوزاره يفتكروا انه في ضرر من الحديث المعمم يعني لشخص سيد الوزير.